سنة 37 بنى الخواجة هاجوب يعقوبيان كبير الأرمن في مصر عمارة سكنية وسماها على اسمه، الطراز أوروبي والمهندس تلياني. ده حتى الخواجة من كتر اعتزازه بيها كتب اسمه بحروف لاتيني على مدخل العمارة من جوه. سكن العمارة وهي لسه بكر، وزراء، بشوات كبار، خواجات، وحتى كان فيها يهود. كان فيه اتنين منهم من عيلة نصيري المعروفة. سطح العمارة كان مهول، كان فيه سكن للبواب وأوضة صغيرة لكل شقة لزوم الغسيل والخزين والذي منه. كل حاجة كانت جميلة، البلد كان شكلها جميل، والعمارة كمان كانت جميلة. وقامت الثورة وانتهى زمن البشوات. ولما قامت حرب 56 كانت بداية النهاية للخواجات واليهود في مصر. الشقة اللي تفضى بعد سفر صاحبها كان يخطفها ضابط مهم من ضباط الجيش. بعض زوجات الضباط ما قدروش ينسوا عشقهم لتربية الطيور فوق السطوح، وما فيش مانع الأوض تبقى سكن للخدمات. وطبعاً اتغيرت التركيبة السكانية مع زهزهة الانفتاح، ابتدى الشارع يتغير، محلات غيرت نشاطها في المنطقة كلها، والناس برضو تغيرت. وزي دخول حضرات الضباط العمارة ما تلف حالها، خروجهم منها جابها الأرض. كانوا اغتنوا بقى، نقلوا المهندسين ومدينة نصر، وبقت العمارة فتحة لأي حد معاه فلوس. وطبعا اتغيرت التركيبة السكانية، السطح بقى كامل العدد، الأوضة الواحدة شايلة عيلة بحالها. مش بس العمارة اللي اتغيرت، البلد كلها اتغيرت. باشا مستني واحد صاحبه. باشا يقمر بيرة تاني ولا يحب غير له المزة؟
لا بيرد ايه؟ البيره بتنفخ تخلي الواحد يروح الحمام كتير. طب ما تطلب ويسكي يا باشا. لا ويسكي انا لو خدت ويسكي عندكم هنا اخرج الاقي الدنيا ضلمه وهتفضل ضلمه على طول. دمك عسل يا باشا. طب ما تروح بارات الفنادق، بارات الخمس نجوم، ما انت قادر. بصي الخمره مش هي مزاجي وانت عارفه. ما انا لسه بفكر. بس انا مش محتاجه تفكير، هما كسين هناخدهم مع بعض. بس اذا كان كده يبقى فوت عليك في المكتب مش كده؟ امتى؟ بكره بعده، مهم يكون مزاجي رايق. بكره روح هات الحساب. تحت امرك. ابعت ست صناديق. بس كتر البيره عشان عليها ضغط الايام دي. بس ما تاخروش علينا. حساب ترابيزه 9. يا حكايه ترابيزه 9؟ حيرتونا معاكم، تعاملنا معاهم دغري، تقولوا شويه لطافه، راجل محترم وزبون ايده فرطه، فيها ايه لما اتكلم معاه دقيقه؟ بقول لك ايه؟ انا ما احبش حاجه تحصل من ورا ظهري ابدا. ده هنا بس، لكن بره انا حر. احاسب وارجع لك. طب حاسبي. يعني بالسلم ما ينفعش يتغسل غير بالليل، تبقى الحركه عليه خفيفه خالص، لا حد بيطلع ولا حد بينزل. خلاص خلاص، انت هتاخد وتدي معانا في الكلام؟ نشف لنا حته خلينا نروح باب الشقه. تحت امر سعادتك يا باشا. اوعى اوعى. انت خدت الثانويه العامه يا طه؟ ايوه. ناوي على كليه ايه؟ الحمد لله مجموعي دخلني كليه محترمه، بس انا قدمت اوراقي في كليه الشرطه. انت عايز تبقى ضابط وضابط بوليس كمان يا طه؟ طب ما تبقاش تنسى ترجع الدواسة قدام باب الشقة بعد ما تخلص شغلك. صباح على خير يا ابو سيد. وانت من اهله يا عم حامد. اوعى تنسى التلفزيون مفتوح. ما تخافش. والله يا بني نسيت في البيت. ليه؟ لا ولا حاجة، أصل أنا لميتها لك. ما اللي تنام تصحى يا ولية. حاولت أصلي ركعتين لله. الله أكبر. لا 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 مش كفايه سهر بقى؟ ولا انت مستنيه حبيبي القلب؟ انت مش عندك شغل الصبح بدري؟ انا سبت الشغل. امتى؟ النهارده. وسبتي الشغل ليه؟ ها؟ مش وقته، عايزه اكمل الفيلم. فيلم ايه وزفت ايه؟ هو انا اختي مكتوب عليا الهم ليل ونهار؟ قومي قومي يا اختي قولي لي ايه الحكايه. قومي يلا خشي يا اختي. ابوكي سابني بدري وساب لي حمل مش قادره عليه لوحدي. ايه سبتي الشغل ليه يعني امك؟ الراجل صاحب المحل ايده طويله. حرامي؟ في حد بيسرق ماله؟ لا كان بيمد ايده عليا. بيضربك؟ لا. الله، امال بيمد ايده عليك ازاي؟ بيحسس. عارفه يعني ايه بيحسس ولا مش عارفه التحسيس؟ بكره الصبح نازله ادور على شغل جديد. واحده صاحبتي هتوديني محل ملابس، صاحبه مش مصري، شامي، بتقولي متجوز ست زي القمر وعينه مليانه. ايه يا ماما؟ ما خلاص قلت لك فيفي بنت عم سلامه المكواجي واخداني شغل جديد بكره. وايه الفايده؟ ايه الفايده اذا كنت ما بتعمريش في شغل؟ يعني افرط في شرفي؟ ما حدش قال لك يا اختي فرطي في شرفك، بس الواجب تراعي اخواتك، تراعي الخانقه اللي احنا فيها. البنت الشاطره الواعيه هي اللي تعرف ازاي تحافظ على شرفها من غير ما تزعل حد ولا تقطع عيشها بايدها. بقول لك المفتري اللي كنت شغاله عنده فتح صوصه البنطلون. كل واحد حر في هدومه يا اختي، المهم هدومك انت تفضل عليكي. Thank you.
استغفر الله العظيم. ناويين نطلع في الحدث الأكبر والتطهر من كل ذنب. الله أكبر. صباح الخير يا دولة. وراك ايه النهاردة عشان كل الشياكة اللي انت فيها دي؟ أمري غريب يا دولة يا أخي، ما أنا طول عمري كده. أنا نفسي أفهم أنت كل يوم بتنزل تروح فين؟ الحمد لله أنك أنت أختي مش مراتي. إحنا بالنهار هروح فين؟ هروح المكتب طبعًا. شكلك عايزة حاجة. طبعًا. وأنت بتتمشى في الشارع زي كل يوم، تتفرج على الستات. وبعدين معاك يا دولة. يا زكي أنا أختك يا زكي. أختك يعني أكتر واحدة عارفة أنت بتعمل إيه كل يوم. عايزة إيه؟ الخاتم الألماس بتاعي عند بابازيان الجواهرجي بيصلحه، عدي استلمه منه. حاضر، أول حاجة هعملها النهاردة أخد الخاتم وهدفع الحساب كمان. إزيك يا موندي؟ مع الفل يا زكي باشا. سعادة الباشا، زكي باشا. ازيك يا حسونة؟ مالك؟ المسائل مش متظبطة معايا يا باشا. مسائل ايه اللي مش متظبطة؟ المسائل ياها يا باشا، وبعدين ما عليك سيدي العارفين، وانا يا دوب بقالي شهر واحد بس متجوز، لكن حاسس اني مش مظبوط. والله مش مظبوط وانت في السن ده؟ أكيد في حاجة غلط، عندك مشاكل؟ هو في حد في الدنيا يا باشا ما عندوش مشاكل؟ أنا بكلمك على مشاكلك أنت، مالكش دعوة بمشاكل الناس التانية. عليا ديون لناس نزلة مش مبطلين ذنب، وصاحب الشغل كرفني من الشغل مش عارف ليه، ده غير حماتي يا باشا، قاعدة معانا في السكن كاتمة على نفسنا. واختي جوزها مطلقها ومعاها منه ثلاثة. الله، كل البلاوي اللي عندك دي وعايز تبقى كويس مع مراتك، مش ممكن يا ابني، مستحيل. ما انا بقول لو حضرتك معاك حبايه كده ولا كده، اصل هم قالوا لي يعني انها. قالوا لك ايه؟ الحبوب اللي في سنك ده يبقى انتحار مؤكد. بص اسمع، كل البرشام وكل الدهانات اللي في الدنيا مش هتعمل معاك نتيجه. هنا لازم يبقى رايق وتمام، طول ما هنا رايق وتمام كله هيبقى تمام. اجري، اخلص من همومك وانت هتبقى كويس. يلا. ماشي يا باشا. اطلع يا اسطى من هنا. دي يا حضره الصول حاتم بيه زمانه نازل. صباح الخير يا نبيل. صباح الخير يا استاذ حاتم. صباح الفل يا حاج، شرفنا شوي. طمني سوق عامل ايه؟ احنا في اخر الشهر يا حاج يعني نص نص. لكن في المجمل؟ في المجمل احنا البريم واعلى مبيعات احنا. على البركه. نفسنا تشرفنا شوي يا حاج. مره تانية ابقى انزل اشرب الشاي معاك. الف سلامه يا حاج. مع السلامه. لا 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 لا، معلش معلش، مش هقدر انزل يا فوزي. ليه يا حاج؟ ده احنا بنتبارك بيك. المهم طمني على الشغل. فل الفل. على البركه. سلم لي على كل اللي جوه. يوصل يا حاج مع الف سلام. اطلع يا اسطى. على الله يطلع راجل كويس. كويس من حيث ايه يعني؟ يعني ما تبقاش عينه زايغة. وهو في راجل عينه مش زايغة؟ وكلهم عينهم تتدب فيها رصاص، والبجاحة عندهم تتوزن بالكيلو زي البطاطس. يا اختي انا سايبه كذا شغلانه عشان تفاصيل الرجاله دي. عبيط، وبالطريقه دي عمرك ما هتلاقي شغل. خف عشان تعرفي تعومي. يعني ايه؟ يعني في حدود، في حاجات الواحده ممكن تتسهل فيها، وفي حاجات ستوب لغايه هنا وكفايه، ودي بقى شطاره البيت الواعي. وانا اللي كنت فاكره الدنيا هتضحك لي. تضحك لك؟ تضحك لك عشان ايه؟ حلوه في اللي احلى منك. معاكي دبلوم بيشحطوا بيه على الرصيف. مطال حضرتك يا ريس قلب الدنيا. المفروض المقالات اللي زي دي تترجم وتنزل في الجرايد العربي. عدد امبارح انتهينا منه خلاص. خلونا في اللي احنا فيه. هنعمل ايه في العدد الجاي؟ انا شايف سيادتك الموضوعنا الرئيسي هو خبر القبض على الارهابيين اللي حاول قتل ادبنا الكبير نجيب محفوظ. بالظبط. عاوز تفاصيل كامله عن القبض عليهم، عاوز صور ليهم، ومهم جدا عاوز اعرف هم مين. Je veux cette merde d'histoire avant d'imprimer tout ce qu'après. طيب مين فيكم مستعد يكتب عن المرحومه الاستاذه ليتا جلاد؟ ليتا جلاد يا جماعه مؤسسه جورنال ديجيبت، على اعتبار اننا جورنال بالفرنساوي وتكريمه واجب علينا.
انا يا استاذ. اوكي طبعا لازم نكتب عن الشغل الجامد اللي عامله الداخليه في الصعيد. لازم نرجع الثقه في السياح. احنا مش عايزين مصر تبان كانها في حاله حرب. فين الحياه العاديه؟ احنا ممكن نتكلم عن السياحه في شرم والغردقه. هناك النشاط مش بطال والحاله ما فيهاش قلق. انا عندي موضوع حلو قوي يا ريس. كاتبه ولد جديد تحت التمرين عامل ريبورتاج هايل عن الشذوذ الجنسي في مصر. الكلام الفارغ ده شذوذ ايه؟ ده يهم القارئ بتاعنا فيه. احنا تلات ارباع القراء بتوعنا اجانب. يعني خد عندك مثلا في صفحه التحقيقات موضوع الاثار بتاع تلال عمرنا. موضوع جديد، صور حلوه. ده اللي اسمه موضوع مهم. هنعمل ايه في الرياضه يا ريس؟ هي فين الرياضه؟ شوف اي حاجه اكتبها خلاص. فوتبول. الو لوكي وي مكتب السفير الفرنسي. جامي سافا بيان. سيتي بيان هيير سوار نو؟ خير يا حاج؟ مش عوايدك يعني تزورنا بدري كده؟ للضرورة أحكام يا شيخ سمان. خير؟ شوف يا شيخ سمان، أنا بقالي مدة مش عارف أقول إيه. قول يا راجل، أنا سرك توكل على الله وهو المعين. أنا لغاية دلوقتي في المنام بشوف حاجات حلوة. فضل من الله ونعمة. تصور وأنا في السن ده بحتلم وإيه؟ في الأسبوع مرة واتنين. اتنين؟ ما شاء الله. يعني ربنا أنعم عليك بالصحة والعافية. المسألة دي مش مرتبطة بسن. ده متنفس طبيعي. بيحدث بفضل الله لعباد الله الصالحين الذين لا يعرفون طريق الرذيلة. لكن السؤال، هي المدام فين من ده كله؟ الحاجة موجودة، لكن زي ما تقول كده حصل لها زهد في الحكاية دي. بعدين كل ما اجي اقرب منها تقول يا راجل اختشي، ولادك بقوا رجاله بشنبات. وحتى لو الحاجه وافقت دي من سني والزمن جبار. المساله في غايه البساطه. تزوج يا حاج وربنا يكرمك. ما هو ده اللي انا خايف منه. خايف من ايه بالظبط؟ كلام الناس. راجل كبار زي ما يتجوز دلوقتي الناس تقول ايه؟ قدام شرع ربنا كلام الناس يداس عليه بالجزم. جرى ايه يا حاج؟ من حقك تتجوز اربعه، ده شرع ربنا. والولاد فوزي وقادري ولا حمدي وكيل النيابه؟ يا حاج عزام، اللي الشرع يسمح بيه ما حدش يقدر يعترض عليه، لو وكيل نيابه ولو وكيل عفريت ازرق. خبر ايه يا حاج؟ ده شرع ربنا. مرة اليافطة لازم تتنضف والمساء الحاج لسه ملمعها. وايه ريحة الكمكمة دي؟ افتح الشبابيك. اصل انا بخاف من الدبان. دبان ايه؟ افتح الشبابيك. هو سيادتك عندك اجتماع؟ في اجتماع. احضر المسائل. حضر المسائل. البركة. فيفي تأمر يا أستاذ. خديها فهميها الشغل هنا ماشي إزاي وتدربيها بنفسك على كل حاجة. ها أمرك يا أستاذ. أنا متشكرة جدا يا أستاذ طلال، إن شاء الله أكون عند حسن ظن. انما نقول له مين سيادتك؟ رباب هو عارف. اهلا 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 اهلا. ايه الحلاوه دي؟ خش. اللي يدخل هنا يبقى من اهل البيت على طول. هو ده بيت؟ بيت مكتب. المهم ان هو مكان امن ومريح ودمه خفيف.
أنا كنت خايف لمن إيه؟ أنا لما أوعد ما خلفش. وده مين بسلامته؟ ده بابا الله يرحمه. ده شكله باشا بحقه حقيقي. أمال أنت فاكراني إيه؟ باشا تايواني؟ الصورة دي بابا صورها في بهو القصر الملكي بعد ما حلف اليمين قدام جلالة الملك تلج. كان أول مرة يمسك فيها وزارة الأشغال العمومية. عشان كده وافقت أجيلك يا باشا، عشان يبقى في حياتي حاجة أفتخر بيها. اسمي في يوم من الأيام عرفت باشا بحق وحقيقي بدل الهم اللي أنا فيه. وأديك بتشوف الأشكال اللي في البار. دمك زي العسل. بس ماليش بخت يا باشا. فين الحمام؟ لما تخرجي كده هتلاقيها على ايدك اليمين على طول. عن اذنك. كله تمام يا سعادة الباشا. انا هغيب ساعتين ثلاثه كده، هقابل ملاك اخويا في موضوع كده يعني بنخلصه. خد راحتك. هو الباب اتفتح واتقفل؟ هو كده بالظبط. انا احب الست العمليه. بصي انا عرفت ستات بعدد شعر راسي من الاميرات للخدمات بشرفي، ما شفت زيك يا راجل. بقول لك الباب. باب ايه؟ ده فانوس خرج، هيتاخر، هيغيب. السلام. هو ده مكتب محاسبة ولا استيراد وتصدير ولا محاماة؟ يعني يهمك قوي في شغلنا إذا كان ده محاسبة ولا محاماة؟ ده مكتب هندسة. أنا أصلي مهندس، باش مهندس. أمال يعني مش شايفة هندسة؟ المكتب ده أنا عملته بعد ما رجعت من فرنسا. الشهادة بتاعتي من فرنسا. على كده بتعرف فرنساوي؟ إيه اللي بعرف فرنساوي؟ هتعرفي بنفسك قد إيه أنا متمكن من الفرنساوي. يا باشا بطلت هندسه ليه؟ البلد دلوقتي مش محتاجه مهندسين، محتاجه صيع حراميه. هو احنا هننام فين يا باشا؟ في وقت الاجتماعات. الراجل وصل. وصل النادي من تلت ساعة. يا عذراء يا أم النعم، ملاك مهما حصل بينه وبين الراجل أنت مالكش أي دخل. فاهم فاهم يا أخويا. هو عارف إننا هنقابله؟ هو اللي مدي الميعاد بنفسه، سيب لنا خبر على الباب عشان يدخلونا. ها جبتوا الفلوس؟ طبعا يا باشا، إحنا ناس عندك البيتنا والمسيح الحي يشهد علينا يوم القيامة. ملاك أخويا أنا جبته مخصوص عشان تشوف بنفسك قد إيه هو راجل دغري ومحترم. شوف يا فانوس، أنا مش مطلوب مني إن أنا أعمل فيش وتشبيه لكل واحد هيسكن على السطح. هو مش هيسكن يا باشا. الأوضة اللي على السطح دي من يوم ما صاحبها مات وهي مقفولة، وملاك أخويا زي ما أنت عارف ترزي قمصان، يعني هيقعد يشتغل طول النهار وآخر الليل هيروح لبيته. ما هو عنده بيت وعيلة وولاد وحمله تقيل. ما علينا، معاكم الفلوس؟ مش كلها. القبط المخلص للرب ما يعرفش يكتب. والقبط المخلص للرب هو اللي يحترم اتفاقه. انا قلت ست بواكي اكتب عقد بكده؟ اربعة يا فكري. والمسيح الحي احنا عارفين ان انت هتشملنا بعطفك. انت ياما عملت خير كتير في الناس كلها، وياما اترفعت في قضايا ما خدتش اتعب من اصحابها. اعتبرنا قضيه من قضاياك يا اخي. وده مسكين، ده عنده كبل احمر والكنيسه بتحسن عليه، وانا اهو زي ما حضرتك شايف اهو صاحب عاهه مش قادر اساعده. وانت بتعمل خير كتير. ابونا في الكنيسه هو اللي قال لي ده احنا اولاد معموديه واحده. انت بتعمل ايه؟ خلاص سيب الفلوس،
واي واحد منكم يبقى يجي لي بالليل ياخد العقد. ربنا يعوض تعب محبتك. اه طبعا يا فندم، في كل الالوان اللي حضرتك تتخيلها، بس على فكره تسليم في خلال 3 شهور. خير يا بابا؟ في حاجه ولا ايه؟ لا لا مفيش. امال مالك شكلك كده مش مظبوط؟ يعني بالي مشغول، بس اطمن يعني اللي شاغل بالي حاجه ملهاش علاقه بالشغل نهائي. تضرب سيجارة ملفوفة؟ يا سلام، ده أوانها. فوزي، الشيخ السمان عاوز يشوفك أنت وإخواتك، وأنا عاوزكم تسمعوه كويس. خير يا حاج؟ أما تقابلوها تعرفها. أحلى صباح يا حاج. طمني، أخبار الجماعة بتوع اليابان إيه؟ مية مية. اعتبر المسألة دي عندنا خلاص. على البركة. ربنا يحوش عننا الكلاب اللي بتتلم حوالين الدبيحة. بالحق يا حاج، أنا نسيت أقول لك. سليم زعتر مستخلص الجمارك فتح مكتب جديد وعلى الواسع، وراسه ألف سيف إن أنت لازم تحضر الافتتاح. يستحق، هروح له. مش شوفي لقيت شغلانة جديدة في محل الملابس؟ شغلانة فين بقى إن شاء الله؟ عند واحد اسمه طلال الشام. جرالي كده يا أبو سعين، هي الدنيا ضاقت؟ مفيش غير طلال الشام اللي هتشتغلي عنده؟ وطي حسك. ماله طلال؟ سمعته زي الزفت. وانت شعرفك بيه ولا بسمعته؟ كنت اشتغلت عنده؟ بقولك ايه، المنطقة كلها نعرفها شبل شبل، وعارف ناسها نفر نفر. انا مولود فيها ومتربي فيها. على العموم انا مشفتش منه حاجة وحشة. ما انت هتشوف. والله لما اشوف بقى يبقى يحلها ربنا. لكن دول 250 جنيه في الشهر عشان اعيش انا واخواتي، عايزين قدهم 3-4 مرات. امي بتخدم في البيوت عشان تلم 300 جنيه في الشهر وبترجع مهدودة، وابويا مات وعليه ديون. الديانة بقى في اللي سامحه وفي اللي لسه بيطالب بحقه، واحنا لازم ندفع الدين اللي عليه زي الشرع ما قال، ولا مش هيدخل الجنه. وانت جاي تقول لي طلال سمعته وحشه؟ ومين عندك في البلد دي سمعته مش وحشه؟ ولا هو كلامه بس؟ واسمع بقى اما اقول لك، اذا كان على الدبله الفضه اللي في صباعي دي اتفضل اهي، انت مش هتعمل عليا ضابط بوليس من دلوقتي. ساعتي باشا. ازيك يا باشا؟ يا باشا سيادتك تعبان. انت تعبان؟ اجيب دكتور؟ الساعة كام؟ 7:30. الساعة بتاعتي فين؟ في حاجة يا باشا؟ المحفظة بتاعتي كان فيها 900 جنيه. أنا سرقت يا فانوس. البنت خدت كل حاجة. خدت الخاتم بتاع دولة أختي. وخدت طقم إقلام دهب. مومي استاخد طقم إقلام دهب تعمل بيه إيه؟ يا هتبيعه يا هتديه لعشيقها. احنا نبلغ البوليس. بوليس ايه؟ انت حمار. اقول لهم ايه؟ مش مهم الفلوس، المهم الخادم بتاع دولة لازم يرجع. ليلتك قشطة يا باشا، تحت امرك. بعتيلي رباط وانا ما انفعش. تنفعي كل حاجه، بس انا عايز رباط في موضوع خاص بيك. هي اجازه النهارده وانا تحت امر. طب هاتيلي المدير. المدير مره واحده؟ طب مش هتشرب حاجه؟ هاتيلي المدير. قوم قدامك عندهم الاستاذ. كلام حضرتك صح، انت شارب 6 بيره. بس خدت معاهم 9 براندي عشان كنت بتخلط البيره بالبراندي. مفيش براندي،
هتدفع هنا ولا تحب تروح الحمام عشان طلبات الباشا؟ نتحاسب على رواق. انا عايز رواق. مش لسه كانت معاك الضهر؟ لحقت تشتغل لها؟ انت عارف كل حاجه يا باشا. اللي يشتغل شغلتي دي لازم يعرف العفريت مخبي ابنه فين. انا ما بسرقتني. تستاهل، انت اللي لعبت بديلك يا باشا. انت ضحكت عليا وعلى صاحب المحل وعلى الزباين. المحل ده محترم، احنا هنا بنقدم المشروب وبس، اي حاجه تانية لا. احنا ناس محترمين، عشان كده انا طردت ربا وانت كمان مطرود. وياك اياك اشوفك بتعدي حتى من قدام المحل. تحب تطلع على رجليك ولا على نقاله يا روميو؟ فز فز، قوم قبل ما افرج عليك لمامه البار. ازاي فاتتني دي؟ ازاي فاتني انك انت قواد؟ مساء الخير. مساء الخير عليك. امال فين شارع هدى شعراوي؟ لا ما اعرفش. هو حضرة الغريب مش من هنا ولا؟ لا من هنا، بس ساعات كده الواحد دماغه بتلف. والله يا باشا انا ما اعرفش حاجه عن الشوارع دي كلها. مكان ما بيوقفونا بنقف. يعني بتفضل طول الليل واقف؟ مكتوب علينا يا بيه. ما تقدرش تقعد؟ يا ابوي لو اتعكشت قاعد ولا نايم فيها جيزه طوالي. بس تقدر تتمشى؟ في محل خدمتي. باين عليك شاب ممتاز واصيل كمان. ربنا يكرم قصدك فاكر بيه. اتمشى معايا كم متر كده؟ ما قلت سعادتك. تعال 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 امسك. لا ما قدرش. ممنوع سعادتك يعني ناخد اي حاجه من اي حد. انت اسمك ايه؟ عبد ربه عبد البريري. عاشت الاسامي. بص يا عبد ربه، اولا انا مش اي حد، ثانيا مفيش حد شايف. امسك بقى امسك، ما تزعلنيش. بس ده كتير يا بيه، والله ما في حد بيعمل كده خالص. انا انا اصلي عبد ربه، بحب اسعد الناس. ربنا يسعد سعادتك سعاده البيه. اما تعرفني كويس هتتاكد بنفسك. ربنا يبارك في سعادتك سعاده البيه. كنت فين يا سعادة الباشا؟ مساء الخير يا دولة. مساء الخير يا دولة؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ انت فاكر نفسك ساكن في اوتيل ولا في بانسيون؟ استنى هنا كلمني. ايوه دولة. انت عارف الساعة كام دلوقتي؟ بقى لي 4 ساعات مرزوعة مستنياك وخايفة عليك. انت فاكراني عيل صغير؟ انا هشيل همك ولا هم الامراض اللي في جتتي؟ دولة انا تعبان وعايز استريح. تعبان يا باشا؟ تعبان من ايه يا باشا؟ من الجري ورا النسوان الزباله في الشوارع والبارات الوسخه؟ طب راعي سنك يا راجل يا اللي ما بتخدشيش؟ ده انت رجل على باب الاوضه ورجل على باب القبر يا زكي. اعمل حساب لربنا في اخر ايامك. وبعدين تبقى مجنون يا زكي، مجنون لو تتصور ان في واحده ست ممكن تعبرك انت وتفصلك يا ناقص يا شايب يا عايب. اللي مقفل بره بدري كده استنياك.
أنا غلطانة يا طه، بس لازم تعذرني. الدنيا عاملة حواليا زي الخاية، ساعات معرفش أنا بقول إيه. هات الدبر. لا. هات الدبلة بقول لك، أنا عارفة إنها معاك. هات، ما تعملش فيها عبد الحليم حافظ كده. هات. طب أعمل لك إيه وأنت شعنونة كده؟ ما أنا لازم أصبر عليكي، بس هات. شفت نفسك في المراية؟ يعني. ما شاء الله عليك. ادعي لي ربنا يوفقني النهارده. متوفق ان شاء الله، انت شكلك ظابط من دلوقتي وعزه الله احلى من الظباط. يا دوب بقى، انا اصلي نازل بدري عشان الحق الاوتوبيسات وهي فاضيه، لحسن الزحمه تبهدل البدله. لا انت تاخد تاكسي وتقعد ملك عشان اعصابك تبقى مستريحه، وادعي الدعاء اللي هقول لك عليه قدام لجنه الامتحان، قول اللهم اجعل كلمتي هي العليا وكلمتهم هي السفلى، وما تنساش المعوذتين. ماشي، ربنا يوفقك. سلام. مع السلامه. فضل يا حاج فضل. شوف يا حاج عزام، الوزراء واللي اكبر من الوزراء بيفتحوا المنشآت الجديده. اتفضل يا حاج. انا بفضل الله وفضلك وفضل امثالك بقيت منشأة كبيره، بس انا قلت بقى الحاج محمد عزام هو اللي لازم يباركها بنفسه. انت غالي عندي قوي يا زعتر، وانا فرحان لك، مش انا بس، انا والولاد. ربنا يزيدك كمان وكمان. تشرب يا حاج. مفيش غير القهوه. قهوه يا حاج عزام، القهوه ملحوقه. يا سعاد. افندم يا استاذ سليم. هاتي عصير للحاج عزام يا سعاد. حاضر. هاتيه بنفسك يا سعاد. بنفسي طبعا يا استاذ سليم. بسم الله ما شاء الله. بنتك دي يا زعتر؟ بنت ايه يا حاج؟ دي موظفه عندي هنا في المنشاه. انا بنتي يا دوبك في الاعداديه. بسم الله ما شاء الله، لازم السكرتيره بتاعتك بقى. يا حاج احنا مالناش في شغل السكرتيرات والكلام ده. مدام سعاد شاطره ونبيهه وخفيفه. هي مدام؟ وعندها ولد عنده يجي 6-7 سنين كده. جوزها بقى راح يشتغل في العراق، مات هناك. الله يرحمه. مات ازاي؟ الله اعلم. اتفضل يا حاج عزام. كتر خيرك يا ست الكل. هروح اعمل لحضرتك القهوه بنفسي. بس السكر قليل لو تكرمت يعني. من عينيا الاثنين. في ايه يا حاج؟ اصل في وشوش سمحه، اما تشوفها تحس بالراحه. باين عليها بنت حلال. انت مجموعك كبير قوي يا طه، 89%. انت ليه فضلت كليه الشرطه عن بقيه كليات القمه؟ عشان اخدم بلدي يا فندم. طب ما هو خريج الهندسه برضه ممكن يخدم بلده يا طه. طبعا يا فندم، بس لو كل واحد خدم بلده في المجال اللي بيحبه هتكون خدمته افضل. عظيم. طب تفتكر ايه هي العناصر اللي يجب انها تتوفر في ضابط الشرطه؟ الانضباط، التشبع بروح العدل، الحزم، الشرف، واولا واخيرا لازم يكون انسان في كل تصرفاته. انت والدك بيشتغل ايه يا طه؟ موظف يا فندم. موظف ولا حارس عقار؟ يا فندم ما هو حارس العقار موظف برضه. اسراف اللي بعده. كنت مع الاستاذ طلب في المخزن. تعملوا ايه؟ كان بيعمل جرد على البضاعه، شوف البضاعه ناقصه عشان يجيب غيرها. هما الكل بيبص لك ويبص له كده ليه؟ الله، ما الكل عارف ان احنا كنا بنعمل اباحه في المخزن. طمني وبلاش وشك يحمر كده. اباحه من فوق الهدوم يعني؟ من فوق الهدوم؟ اه من فوق الهدوم. اهو بيقعد يلزق نفسه كده ويضحك لحد ما يترعش ويتنفض، والسلام عليكم. وعليكم السلام. وهو عامل زي دكر البط كده. بعدين بيدفع 10 جنيه وحشه، وكلنا في الهوا سوا، ومصير الدور يجي عليك. مش عارفه كل واحده مش عايزه تبص لنفسها ليه. صدام حسين قتل كتير من المصريين، مش بعيد يكون هو اللي قتل جوز الموظفه اللطيفه دي. انا ما بحبش اكلمها في الموضوع ده. طب هي ليه ما اتجوزتش لغايه دلوقتي؟ مين هيتجوز واحده فقيره بتربي عيل ويا دوبك اللي جاي على قد اللي رايح؟ ده غير ان النسوان بقوا اكتر من البساريه. مين بقى اللي هيتجوز ارمله دبلوم تجاره وفرقه بيتها عيل؟ انا. ايوه بس دي عيده خالص يا حاج، دي مفيش، دي بالنسبه لك لا تذكر. انت مقامك اكبر من كده بكتير. شوف يا زعتر، انا راجل عارف ربنا
يعني من الاخر كده انا عاوز واحده عشرها، مش واحده ورثها ولا اخد مرتبها اخر الشهر. لاحظ كده بقى، دي تبقى طاقه القدر اتفتحت لها. بس انا ليها شروط، لو وافقوا عليها نخلص على طول. ضيعت الخاتم الالماس بتاعي يا سكر يا منحل، وتكذب عليا وتقولي لسه ما روحتش وهرجي؟ احترم نفسك يا دولة. مين اللي يحترم نفسه يا هزو؟ وديت الخاتم فين؟ اديته لانهي صفيحة زبالة يا اللي خليت اسمي اكبر عيلة في مصر تحت الرجلين؟ اخرج برا بيتي. بيتك ايه يا دولة؟ البيت ده بيت انا، بيت الدسوقي باشا. الدسوقي باشا اللي انت وسخت اسمه. انت اوسخ مني. على الاقل لو وسختي كانت برا بيت العيلة، انما انت وسختي كانت هنا. عدد الرجال اللي دخل الشقة دي عشان يناموا معاكي اكتر من اعضاء حزب الوفد القديم والجديد. انت مخي خلاص بقى عجين، انت مكانك مش هنا، مكانك مستشفى المجانين. لما مستشفى المجانين مكاني، امال انت مكانك يبقى فين؟ ها؟ في البارات الوسخه طبعا، اقعد مع الجرابيع اللي بقيت زيهم، ولا انزل روح الشوارع، الشوارع اجري يلا، اجري ورا النسوان اللي بتدور عليهم، اخرج بره بيتي. تاني بيتك؟ انا صاحب البيت ده، وانت اللي ضيفه، بس ضيفه ثقيله ورزله، انا ما عادش مستعملك يا دولة. ولا انا يا اخي، يلا اخرج، اخرج بقى، ما بقاش دولة بنت تسوقي باشا بخليتك عبره سكان العماره. يلا يلا. ايه يا اخوانا؟ مفيش حاجة، أخ وأخت بيتخانقوا، وأنتوا عارفين دولة طول عمرها مجنونة. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Cause c'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, là j'aurai pour la vie. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois. انت في تمثيليه نجم. هو في نكد بس من غير تمثيليه. كله على ده لازمتك زي ما انت بتقول. يلا تعالى نقعد على الترابيزه. اتخانقت مع دولة. مش جديد طول عمركم كده؟ طردتني من البيت. مجنونة. بس طيب المرة دي عملت حاجة كبيرة؟ ضيعت لها الخاتم بتاعها. أنا مستعد أجيب لها خاتم أحسن منه. هو زكي تري أونتو؟ نو. الست ممكن تنسى عشائها، جوزها، أبوها، إنما مجوهرات؟ نو. ما تسألنيش. كريستين لو قلت لك إن الدولة بترسم من زمان عشان تطردني من الشقة، تعمل بيها إيه؟ تاخدها. لما تاخدها تعمل ايه؟ هتديها لاولادها. ما ان انا لو مت دورة هتاخد كل حاجه، هي الوريث الوحيد ليا. هي اكبر منك
هي ممكن تموت قبليك انت تورثها. ما ساعتها اولادها هيورثوا نصيبها. انا مش عارف هي بتعمل كده ليه. ما انا شايفه غير كده زكي خالص. هي دلوقتي زمانها هاديه وانا هكلم معاها في التليفون وكل شيء يبقى تمام. تبيش نفسك انا عارفها. رهان على ازازه بلاك؟ هي فولبر دي بس انا هكلمها. خلاص يا مدام كريستين خلاص الموضوع ده انتهى خلاص. اي كلام فيه مش هيغير اي حاجه من اللي حاصل. ايوه حبيبتي بس ده بيته زي ما هو بيتك بالظبط. لا 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 يا مدام لازم حضرتك تبقي فاهمه. زكي مش هيدخل الشقه دي تاني طول ما انا عايشه وحتى بعد ما اموت كمان. طب اهدى نعم. مش عايزه اسمع انا حاجه. من فضلك عشان خاطري. نعم انت مين انت عشان يبقى لك خاطر اصلا؟ انت فاكره نفسك ايه؟ انت كلك واحده من عشيقاته. اوعي تكوني فاكره نفسك رئيسه الانرويل. كالانرويل انا كريستين. انت بتكلمي ازاي انت؟ لا 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 لا, لا. بقول لك ايه انت بدل ما تضيعي وقتك معايا ها روحي شوفي زباينك. يلا 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 لا يكون حد عايز حاجه. يلا زكي تكسب رهان. مش قلت لك انا كنت فاكره انها مجنونه بس طلعت كلبه واطيه وهي تموت قبليك ان شاء الله. اهلا 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 حاتم بيه. اهلا اهلا منور منور خالص. لمبه 1000 واط شمس وقمر مع بعض. اهلا بيه عزيز. خليهم يجيبوا لنا كل حاجه انت شايف انها حلوه. الشوربه حاتم بيه ويسكي والاستاذ ويسكي برضو ده صديقي عبد الرب. اهلا مستر عبد الرب. اهلا بيك يا باشا. اهلا بيك. عزيز من فضلك ابعت لي شط بسرعه. امرك امرك مستر. يلا عيش وملح يا عبد الرب. اشرب وكل يا عمر. يا باشا والله ما كان ليه لزوم. انا حابب انك تبقى مبسوط يا عبد. مبسوط خالص. ربنا يبارك في سعادتك سعاده الباشا. باشا هو طعمه يعتبر مش حلو لكن لذيذ. لذيذ يا بيه. تعرف يا عبدو بعد ما تشرب كاس تاني هتحس انك عايز تعمل حاجات لذيذه. حاجات لذيذه جدا ألذ حاجه في الحياه. عارفها يا بيه بس انا مرض في البلد هناك في الصعيد الجواني. هو لازم يعني مع مرتك. على فكره اغلب الستات ما بيكونوش لزاز قوي. مش ايدك يا بيه. اهدى اهدى يا عبدو الناس بتبص علينا. خليك عادي خليك عادي خالص. اضرب اضربه. ايه انت مفيش عندك مخ؟ عايز تعمل لنا فضيحه؟ انت عارف ان انا اقدر اذيك بس انا الاذيه مش طبيعي كده. تقولي هتروح فين دلوقتي؟ هروح في نصيبه. يا بيه الحاجات اللي انت طالبها دي عيب وحرام وبتهز عرش السماوات والارض. طيب خلاص خلاص تعالى اتنيل تاوى لحد الصبح والصبح بقى اروح لحالك. يلا ايه حكايه سكان العماره دول؟ لا بقى في اصول ولا حد بيقدر المسؤوليه. في ايه يعني كل واحد يتاكد ان قافل باب الاسانسير وراه؟ ده حاجه تقرف. اهلا حاتم بيه. مش ممكن سكان العماره واحد طلع بالاسانسير وساب الباب مفتوح. مين ده؟ زكي باشا الاستهتار بقى شيء عادي. اه ما انا عارف. مين ده؟ لا ده معايا. اه معاه اه معاه. لا بس الواد شديد بصراحه. معاه ما تطلع يا ابني كده الاسانسير من فوق. لما حاتم بيقوم. اه لما حاتم بيقرا امر حاتم بيه يجيب الاسانسير من فوق. ما تخافش مش هيحصل له حاجه. زي ما هيطلع زي ما هينزل بالظبط. خلاص يا باشا اطلع اضرب اطلع اضرب.
شفت الواد؟ الواد طلع طالعه عمل سبرنت نمر. اي والله نمر واد جامد. طب نحلال تستاهل كل خير، ليلتك فل حاتم بيه. ما الليالي كده تبقى فل على ناس ونكد على ناس. مكسوف ولا ايه؟ هو سعادتك الراجل ده باشا بجد ولا تجليد؟ لا لا لا، ابوه هو اللي كان باشا بحقيقي ومسك وزير مرتين ثلاثة زمان. امال هو بيشتغل ايه؟ ولا أي حاجة. عايش على شوية أملاك سابهم أبوه، فاشل طول عمره، راجل أنتيكة زي ما شفته كده. مسخة، سكري، بتاع ستات، ده مش أنتيكة، ده روبابيكيا. طيب بيتك بقى، انا مش اتاخر عليك. اتفضل اتفضل اتفضل. تعيش يا بيه. مش معقولة هتنام بالهدوم اللي انت لابسها دي؟ اصلي مش متعود انام بدري ابدا، لكن انت لو عايز تنام اتفضل، في اوضه جوه على فكره. الحكايه مش مستاهله بيه، اني بعد ما تنام حضرتك انام هنا على الارض، انا واخد عليك ده. اشرب يا عبدو. ده ايه؟ كركري؟ ايه؟ كركري؟ دو انت تعرف. مش كركري. اللون لون الكركري. بقول لك، انت قلت لي انه فاضل لك شهرين وتخلص خدمتك، مش كده؟ تمام يا بي. هتعمل ايه بعد كده؟ هرجع بلدنا تاني. دي اول مره اشوف حد يجي القاهره ويرجع تاني موطنه الاصلي. عامل ايه يا بي؟ ماني عشان الاقي شغلانه هنا يعني تلزمني وساطه كبيره قوي. انا وسطتك يا عبدو. ربنا يسعد سعادتك سعاده البيه. بس انا زي ما قلت لك، انا عايش لوحدي زي ما انت شايف كده عبدو. انا وهبت نفسي علشان اسعد غيري، بس مين بقى؟ مين اللي يستاهل؟ مش تتفرج على حاجه لذيذه في التلفزيون؟ حاجه جامده. التلفزيون في الليل بيبقى ماسخ ماسخ قوي. Zadzwoń do mnie, pokażę ci co to znaczy gorący seks. يابوي ايه ده يا بيه؟ جامد جدا ها؟ قوي. انت قلت لي انت متجوز يا عبدو مش كده؟ عبدو ايوه يا بيه متجوز، بس مرت على قد حالها يعني مش كده؟ بتنام معاها كتير؟ ملزوم ايه الاحراج ده بس يا بيه؟ يا عمي مفيش احراج ولا حاجه. ها؟ اهو لما باخد اجازه بعمل الواجب مرتين ثلاثه في اليوم لغايه ما الاجازه تخلص. مرتين ثلاثه في اليوم؟ تقولي على قد حالها؟ انت مفتري بقى. ان جيت للحاجة يا بيه ساعات بتبقى عاصية او تعبانة، بس انا بكسر راسها.
من يد من عدمها. شكرا. تشك تامر، خش انت يا حبيبي جوه اتفرج على المسلسل. يلا يا بابا. دي جوازة شرعي على سنة الله ورسوله، لا هي عرفي ولا مسيار لا سمح الله. لا احنا عندنا علم يا حاج انك انت راجل بتعرف ربنا وابن حلال. الحمد لله. سعاد هتقعد معايا في مصر لوحدها، والولد هيفضل معاكوا هنا، وكل الظروف ما تسمح تبقى تشوفه، وما تقلقوش مصاريفه عليا انا. ايه؟ قلت ايه يا سعاد؟ اللي تشوفه يا ريس حميدو. خلاص، الشبكة 10,000، المهر 20,000، مؤخر الصداق 5,000 جنيه، وهاخدها بالهدوم اللي عليها دي. على خيرة الله. في حاجة تانية يا حاجة؟ ايه؟ الجوازة دي هتفضل سر. الحاجة فايقة مراتي لو عرفت أو خدت خبر هتبقي طالق في ساعتها. وافرض عرفت بعيد عني يا حاج، أنا ذنبي إيه؟ مفيش سر بيخرج من عندي. أنا النملة اللي تخش بيتي لا يمكن تلاقي مطرح تخرج منه. إذا كان كده معلش. ليك طلبات تانية يا حاج؟ أهم طلب، أنا ربنا رزقني ورزقها بالولاد. يعني مفيش خلفة ولا حمل من أصل. وده شرط ما فيهوش هزار. سمعونا. طبعا يا حاج. خلاص اسبوع واحد اجهز عش الزوجيه واجي نكتب الكتاب واخدك معايا في ليلتها. ما سمعونا زغروطه. فانوس، فانوس. نوم العوافة يا سعادة الباشا. ايه الشنط دي؟ أخت سعادتك هي اللي بعتتهم يا باشا. روح اعمل لي فنجان قهوة. أخت سعادتك غيرت كالون الشقة وركبت ترابيس. الواد اللي جاب الشنط هو اللي قال كده. أيوة دولة. يا دولة إحنا إخوان. مش ممكن الامور توصل بيننا للحاله المؤسفه دي. دولة قاعد بعيد كده ليه؟ حالي من حالك، فقري بيفضحني، والواحد خليه في حاله من اولها احسن. لا انا عن نفسي كنت قاعد وياهم، بس كلامهم ما عجبنيش عشان كده بعدت نفسي. كانوا بيتكلموا في ايه الناس دي؟ كانوا بيتكلموا في البابا والماما، اللي يقول لي ابوه وكيل وزاره، اللي مستشار، واللي مهندس، واللي امه خبيره في الامم المتحده. بيني وبينك خفت يسالون ابوك بيشتغل ايه، عشان كده جيت قعدت وياك. ده انت ابوك بيشتغل ايه؟ حارس عقار. بواب. وانت؟ صراماتي. عندنا محل جزم صغير. انت عارف انهم لو كانوا يعرفوا ان مكتب التنسيق هيلم ابن البواب وابن الصراماتي مع ولاد الامم المتحده كانوا نسفوا مكتب التنسيق ده. والله الواحد ما عارف هيكمل مع الناس دي ازاي. سيبك انت، برضه هنلاقي اللي زينا. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب جنتك. حرمان يا أستاذ. جامعاً إن شاء الله. ربنا أعطاك نعمة حلاوة الصوت وطلاوة الخشوع. الحمد لله يا رب العالمين. الخشوع للمولى عز وجل هو أفضل النعم. قول لي أنت دائم التواجد في المسجد؟ الحمد لله. الحمد لله. اسم الكريم إيه؟ طه الشاذلي. سنة أولى أخطاها؟ أيوة. أخوك خالد عبد الرحيم.
سنة تالتة زي ما انت شايف كده صعيدي، لكن واضح عليك انت من اهل المدن. انا من سكان القاهرة هنا. ساكن فين يا اخطاء؟ في وسط البلد. ده انت تبقى من علية القوم. بالظبط كده. ده اذا كنت تقصد السطوح طبعا. يا اخي خلينا من سكان سطوح وسط البلد. على العموم سطوح وسط البلد برضك افضل من سطوح العشوائيات. احمد ربنا على ما انت فيه. الحمد والشكر للمولى عز وجل موجودين جوه القلب والروح وفي كل الاوقات والله يا اخي خالي، سواء كانت اوقات الفرج او الشده. بسم الله ما شاء الله، انت تقي وارع بالفطره يا اخي طه. قول لي انت بتصلي الجمعه فين؟ في زاويه قرب العماره اللي انا ساكن فيها. لا 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 يا راجل، ده كلام. صلاه الجمعه لا تجوز في الزوايا، ده غير ان الصلاه في المساجد حتى ولو كانت بعيده عن البيت فالسعي اليها برضك فيه ثواب كبير. طب قول لي على الجامع اللي انت بتصلي فيه، ان شاء الله يكون في اخر الدنيا وانا اجي اصلي معاك جمعه وعشاء وفجر كمان. شوف يا خطاها، حماسك الشديد لاداء الفريضه بهذا الشكل ان دل بيدل على عمق صلاحك وايمانك، عشان كده انا هكسب فيك ثواب واخدك من ايدك للخير باذن المولى عز وجل. ايدي على كتفك. اتأخرت عليك يا معلش. تعالي تعالي، ما تخافيش تعالي، مش عارف تعمل ايه. صدقتني أستاذ طلال. ايوه. انا كنت مزنوقه في 20 جنيه، ان شاء الله تخصمهم من ما هي. 10 جنيه كفايه. خليك انت لحد ما هدومك تنشف وبعدين حصليني على المحل. في الباب 5 تكات والقفل. اتفضل يا باشا. ايه ده جورنال حاتم بن رشيد بقى بيبعت لنا نسخه دلوقتي. وايه الدق اللي فوق ده؟ ايه الفوضى دي؟ ده الحاج محمد باشا عزام بيعمل تمديدات في شقته، يا ريت سعادتك تكلمه. يعني اكلم مين؟ عزام باشا. عزام باشا؟ من امتى عزام بقى باشا؟ ده انا شايفه بعيني بيمسح جزم قدام الامريكيين. معقول يا باشا؟ ده نص شارع سليمان باشا ملكه. انت مش مصدقني؟ لا انا مصدقك وكل حاجه، بس ازاي مسح جزم يبقى عنده كل المحلات والاملاك والفلوس دي كلها؟ لو كنت اعرف كنت قلت لك، كان زمان ربنا تاب عليك من الخدمه في البيوت وبقيت زيه. روح انت قول له، قول له الباشا بيقول لك بطلوا ده وشوف مين اللي على الباب. عزام باشا. مش دي شقه زكي الدسوقي؟ زكي باشا. خلاص ما تزعلش، زكي باشا. انا بقى يا سيدي محضر ومعايا اعلان الباشا بتاعك. ها تحب انت تستلمه ولا تخلي الباشا يجي يستلمه؟ انا بقيت سفيه ومجنون يا فانوس. يقول عليك كده يا باشا، يبقى هو اللي سفيه ومعتوه ومجنون كمان.
الدولة أختي رفع علي قضية حبل، بتقول إن أنا سفيه ومجنون. حيثنا أخت سعادتك أنا ما أقدرش أغلط. الدولة ما بقتش مفترية وبس، بقت مفترية ومجنونة. مش خايفة على نفسي؟ كنت ماشية لوحدي كده. ازيك يا طه؟ أنا كويس. مال؟ ماليش، مهدودة من الشغل، واقفة على كعوب رجليا من الصبح، ما بصدق أوصل الأوضة وترمي زي الفسيخ. أنا بس كنت عايزة أطمن عليك. طمني أنت عليك، عامل إيه في الكلية بتاعتك؟ حاسس إني غريب فيها. البلد دي ما بقتش بلدنا خلاص، اللي زينا بقوا غرب فيها. كلامك وراه حاجة يا أبو سعيد. اسمع كلامي، اصبر لغايه ما تخلص الهبابه اللي انت فيها دي وخد الشهاده بتاعتك وسافر الخليج. ممكن اعمل كده بس بشرط. ايه هو؟ انك تيجي معايا. يا عالم، حد عارف بكره مخبي ايه؟ بوسينة، انا حاسس انك اتغيرت من ناحيتي قوي. انا ما اتغيرتش يا طه، الدنيا بتتغير حواليا. انا مش قادره اتكلم كلمتين على بعض. هاي. مالك يا حبيبي؟ عبده، مالك؟ خايف يا بيه. خايف من ايه يا عبده؟ من ربنا. تخاف من ربنا ليه؟ انت بتعمل حاجة غلط؟ انت ايه؟ انا ما بعملش غير الغلط. خمرة ليل ونهار ونجاسة معاك، حتى الصلاة همالتها. يا بيه، أنا سمعت الشيخ في الجامع بيحكي عن عذاب ربنا لقوم لوط. إحنا بنهز عرش السماوات والأرض. زلزال يعني يا بيه؟ أنت صعيدي ومخك على قدك. أنت فاكر إن أنا وأنت بس كده؟ لا، إحنا كتير قوي. هنا في أوروبا وفي أمريكا وفي الخليج، في الدنيا كلها. زلزال. فيها إيه لما واحد يحب واحد تاني؟ فيها إيه؟ عبد ربنا كبير جدا ورحيم جدا جدا. وبعدين انا عايز اطمنك. اطمنني كيف بس؟ انت عارف ايه اللي بجد بقى حرام ودي ما فيهاش جدال؟ الزنا. الزنا يعني واحد ينام مع واحده ما تكونش مراته، وده منع لاختلاط الانساب. يعني تحبل من عشيقها وتكتب الولد باسم جوزها، او تتخلص من البيبي، وده طبعا حرام جدا جدا. لكن راجل بيحب راجل، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ قصدك ايه؟ الرجاله ما بتحبلش يا عبده. خد التوب ده حطه هنا. حاسب حاسب على المقص اللي هيقع. الشغل ده نزله تحت. وين؟ ها؟ كله تمام. وانت اهلا بالاموره زنت الصبايا. ازيك يا انسه ابو سعيد؟ ايه، مفيش مساء الخير؟ ليلتك سعيده يا عم ملاك. ازيك يا اسطى ملاك؟ اهو كده، انا عندي ليك شغلانه هتفتح باب رزق لينا احنا الاتنين. ونوع ايه الشغلانه دي؟ عايزك تتوسطي لي عند طلال ياخد مني طلبية بلوزات. أنا شغلي 10/10 وعملتك محفوظة. أنت بتتكلم إزاي؟ وأطلع مين أنا عشان أتوسط لك؟ ده أنا يا دوب حتة بياع على راحت ولا جد. الكلام في الشغل ما يبقاش حاف. استنيني ثانية واحدة.
مني ليكي مقاسك. انا ما باخدش هدايا من حد. بمناسبه ايه هاخد هديه منك؟ بمناسبه الشغل اللي هيبقى بينا. انسى حكايه الشغل دي، طلال بياخد بضاعته كلها من ورش كبير. ما انت لو كلمتيه هيسمع كلامك. وبتاعي هيسمع كلام. انسه ابو سينا، انا في الشغلانه دي وانا عندي 6 سنين وطول عمري عايش في المنطقه هنا، يعني عارف طلال بيعمل ايه وفين، وانت اكيد ليكي دلال عليه. بنت حلوه وصبيه زي التفاحه الصبحه، يعني طلال عمره ما هيقول لك على حاجه لا ابدا. تصدق انك راجل هزق وقليل الادب؟ هو اللي يقول الحقيقه يبقى قليل الادب؟ طب عيني في عينك كده بذمتك، ما رحتيش لطلال المخزن ولا مره؟ راجل ناقص وسافل. تبقى روحتي. هنتكلم تاني على رواقة. بس بقى يا مش هعطل حضرتك كتير، يعني انا عارف ان وراك مشاغل لا ليها اول ولا اخر. ولا ما تاخرش عنك يا حاج. معلش انا مش عايزك تزعل مني، انا الاسبوعين اللي فاتوا دول والله ما كان عندي دقيقه واحده فاضيه قبلك فيها. مقدر يا باشا. خير يا حاج؟ يعني مؤكد سعادتك سالت عني لما عرفت ان انا طلبت المقابله. وعرفت عنك كل خير. انت راجل 10 على 10. الحمد لله، نعمه وفضل من عنده. كل شيء بفضل الله. شوف يا باشا، أنا عاوز أساهم في خدمة البلد وخدمة أهل المنطقة اللي فيها شغلي وفيها الناس اللي عشت وسطهم وحبوني وحبيتهم. أما كلنا زيك كده يا حاج، بس بقى زي ما بيقولوا كل شيخ له طريقة. أنا استخرت المولى عز وجل وقلت أرشح نفسي في مجلس الشعب عن دايرة قصر النيل. قصر النيل؟ أهلي وناسي. انت عارف احنا مسميين دايرة قصر النيل في المجلس ايه يا حاج؟ حتة الجاتوه. افهم من معاليك. هتفهم ايه يا حاج؟ اقول لك حتة الجاتوه يعني حاجة حلوة لا فيها مشاكل ولا عشوائيات ولا حد يقول لك عايز وعايز وعايز، والشباب اللي عايز شقة واللي عايز وظيفة لحد ما يطعوك في عيشتك ويجيبوا لك الضغط. انت قلت لي انت منين يا حاج؟ من الصعيد. طب ما نشوف لك دايره حلوه كده في الصعيد يا حاج. انا ما روحتش الصعيد من زمان ومحدش يعرفني هناك، لكن قصر النيل. بص بقى، دايره قصر النيل دي في الحقيقه في ناس متكلمين عليها. متكلمين عليها؟ وما دام كلام يبقى في اخذ وعطاء. طب ما تسيبنا نفكر يا حاج. يا باشا خير البر عاجله. ده أرنب يا كمال باشا مش كده؟ بس إيه رأيك في الرسم؟ الرسم حلو قوي بس المبلغ كبير قوي. المبلغ ده ما يخصنيش يا حاج عزام. المبلغ ده بيروح أكتر من جهة. أنا إذا كان عليا أنا عندي اللي مكفيني. عارف يا باشا. لا أنا عايزك تعرف بقى مين اللي كان طالب دايرة قصر النيل. مين؟ أبو رحاب، ما أنت عارفه. بتاع محلات الرضا والنور؟ عليك.
بس ده شغال مع الاخوان المسلمين وانتوا عارفين، وعدم المؤاخذه يعني مفيش وفاء بينكم وبين الاخوان، هترضوا بيه ازاي؟ ما هو لما يرشح نفسه محدش يقدر يقول له لا، هي دي الديمقراطيه واحنا في بلد ديمقراطي. ايوه بس هو لو رشح نفسه جايز ينجح، ده ضارب السوق بيبيع البضاعه بنص الثمن وبربع الثمن وعنده فلوس ياما، ده ممكن يشتري الاصوات. الترشيح امره سهل، اي حد عايز يرشح نفسه يرشح نفسه، محدش هيقول له لا. بس ينجح ازاي دي لعبتنا احنا بقى، مش تزوير لا سمح الله لا. بس زي ما تقول كده احنا دارسين نفسيه الشعب المصري. الشعب المصري كله ماسك في دير الحكومه كانها امه اللي خلفته، حتى لو الحكومه دي ماشيه على حل شعر حرام. شغلنا بقى عارف، بس ده اول تعامل بينا كمال بيه، عشان خاطري بلاش الارنب ارسمه كتكوت. بص بقى يا حاج، انا ما اعرفش ارسم غير حاجتين، يا ارنب يا ديك الرومي. قلت ايه؟ قلت على البركه، هات ايدك نقرا الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الاسبوع اللي جاي الفلوس تكون هنا كاش. الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. مبروك عليك يا حاج. اشمعنى النبيذ ده لونه ابيض ودوك احمر يا حاج؟ لما الاكل بيكون سمك يبقى النبيذ ابيض. على كده بقى الاحمر عشان اللحم. يا واد يا نور، برافو. انما ده كله ليه يا حاج؟ احنا بنحتفل. بنحتفل بايه؟ ما كل نفر بيخلص من خدمته بيرجع على بلده مسكاتي. لا احنا بنحتفل بالتفرغ. ده غير بقى ان المفاجاه الثانيه انك مش هترجع بلدك. كيف يحتم بيه وابني ومرضي؟ هيجوا يعيشوا معك هنا. انا لقيت لك سكن، وفي نفس العماره في اوضه فوق السطوح اللي ساكنها سابها ورجع بلده، على طول اجرتها علشان مرتك وابنك. تشيرز. ايه؟ تشيرز 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 يا حطوم. المسألة مش زي ما أنت متصور يا زكي باشا، يعني القضايا المتبادلة اللي بينك وبين أختك مش هتخلص في يوم وليلة. هي رفع عليك قضية بتاعت حجر، ودي هتاخد لها يمكن سنين لما تخلص، وأنت رفع عليها قضية عشان تثبت حقك في شقة بيلر، دي يمكن تاخد لها سنة ولا سنتين. معقولة مسيو فكري؟ يا مدام كريستين، دي بلدنا وإحنا عارفينها كويس. طب والعمل يا متر؟ هقول لك، بس ما تقولش ان انا اللي قلت لك. بلطجيه بلطجيه يقتحموا الشقه باي طريقه، يكسروا الباب، يهدوا حيطه، المهم ان هم يحتلوها، وحضرتك تخش تسكن عادي. طبعا هي مش هتسكت، هترفع قضيه. حلني بقى لو اتحكم فيها، دي يمكن تموت قبل ما يصدر فيها حكم. مفيش حل تاني؟ هو ده الحل الوحيد. أنا ما أقدرش أعمل كده. بس أختك شريرة، قالت تري ميشانت. إحنا ولاد عبد العال باشا، ولاد الباشوات ما يعملوش في بعض كده. بس أنت ضحية. حتى لو كنت ضحية، دولة أختي برضو لازم أستعملها، وعلى العموم أنا مش في الشارع. برضو بتعفي. أنا فين يا زكي باشا؟ زكي. زكي زكي، انا عمري ما شفتك كده، وعمري ما شفتك سايب نفسك بالطريقه دي. في ايه؟ انا ليه ما اتجوزتش؟ كان ممكن يبقى عندي اولاد، واكيد الاولاد كانوا هيغيروا حياتي. طبعا هتقولي لي ما انا كنت قدامك، لكن تقولي ايه بقى لهنا في العالم؟ كريستينا انا خفت اتجوزك لاخدك بعديها، انا ضعيف قدام اي ناس. في ساعتها كنت هتكرهني، ودي الحاجة الوحيدة اللي كنت مش قادر استحملها. كنت هسامحك. بتهيألك أنا مشكلتي اللي كان في حاجات مهمة جدا قدام عينيا وما عرفتش أشوفها.
أو شفتها بعد الفوات الأول. أمشي. وصلك. أنا عمري ما أذيت حد. أنا ما أذيتش غير نفسي. حتى الستات اللي أنا عرفتهم، عرفتهم برضاهم. كانوا يدخلوا عندي ويخرجوا مبسوطين آخر النصر. عشان كده ربنا هيحاسبني برحمة كبيرة. هيعمل لي أكبر نسبة خصم. 20%، 30%، 50%. ما تخليهم 100%. أنت غفور ورحيم. بإذن الرب وببركة العذراء الممتلئة بالنعمة. جرى يا راجل انت؟ هي دي نهارك سعيد بتاعتك؟ مفيش داعي تلو جوزك، سرك في بير. أنا ما عنديش أسرار. ماشي، ما عندكيش أسرار، بس ليك عندي خدمة عشان خاطر الجيرة وعشان خاطر الست الطيبة والدتك. أفند، طلال بيديكي كم في الشهر؟ 250 جنيه. عشان عبيطة والمسيح الحي الكلام اللي بقوله ما فيه هزار. تريكي عندي شغلانة ب600 جنيه في الشهر، شغلانة محترمة، محترمة قوي، ولو مش محترمة انت تخليها محترمة. إن حكامنا يزعمون أنهم يحكموننا بالشريعة الإسلامية ويطبقون الديمقراطية، ويعلم الله أنهم كاذبون في هذا وفي ذاك. فالشريعة الإسلامية معطلة في بلادنا المنكوبة، والدولة تتكسب من القمار وبيع الخمور والسياحة الوافدة الفاجرة. والأدهى من ذلك أن الدولة تحول هذه الأموال إلى مرتبات للموظفين، فتطعم شعبها من حرام وتكسبه من حرام وتحل علينا لعنة الحرام. إنني هنا أقولها واضحة جلية صريحة لا لبس فيها، لا نريد أمتنا ديمقراطية ولا علمانية ولا اشتراكية، بل نريدها أمة إسلامية. إسلامية 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 إسلامية. ازيك يا ابو سعيد؟ زي ما انت شايف بنشر الغسيل. كنت فين؟ كنت بصلي الجمعة. صلاة الجمعة خلصانة بقالها ساعتين ويمكن اكتر. انا بصلي في جامعة بعيد شوية وبحب امشي، ده غير ان الامام الخطبة بتاعته طويلة. اديني يسر، شوف لك جامع قريب تصلي فيه. وايه الكتب اللي معاك دي؟ فيها كتاب ليكي. هدية يعني؟ ان شاء الله. انت ناوي تسيب دقنك كده؟ ان شاء الله مش هتشوف مصحي لها بعد النهاردة. الكتاب بتاعك اهو، خليه معاك، انا ايدي مبلولة. ولا اقول لك اقراه انت؟ مانيش تقلع على القراية. ابو سعين احوالك مش عجباني. انت مش ولي امري عشان احوالي تعجبك ولا ما تعجبكش. يا عالي يا ابو سعين، سيب ايدي يا طه بدل ما الم عليك السطح كله للدرجة دي. بص بقى يا طه، انا هجيب لك من الاخر. قصتنا انتهت بالانجليزي زي اند اللي بيكتبوها في اخر الافلام. كل واحد مننا في سكة، انت بتربي دقنك وداخل على سكه مشاخه، وانا بلبس قصير ومبسوطه كده، يعني شكلنا كده محدش لايق على التاني. امال ايه جايب لي هديه؟ الحجاب قبل الحساب. يا ما نفسي تبات معايا ولو ليله واحده عشان احس اني مراتك زي بقيه الستات المتجوزين. ما
ما تكبري دماغك يا سعاد. هو انا متجوزك عرفي؟ انا متجوزك على سنة الله ورسوله. بعدين حكاية البيت دي مش مهمة، مش هي برهان الحب. انت بتعملي ايه؟ بلمع لك الجزم. لا، تلميع الجزم ده ليه اصول عنك انت. شوفي يا خبر، ده انت زي ما تكون مسح جزم قراري. مسح الجزم مزاج عندي وبيعدل لي دماغي. تسلم ايدك. بس انا ملاحظه كده انك كل ما بتروح البيت التاني يعني بتبقى على سنجة 10. البيت التاني هو الاصلي، اتفقنا مالكيش دعوه بيه. سبحان الله، يعني البيت هنا هو التقليد، هناك دهب عيار 24 وهنا الفلسو. لزومها ايه العكنانة بس يا سعاد؟ الدهب ل 24 قيراط هنا يا ستي، بس البيت اللي هناك ده بيت ام العيال. هم مش عيال، هم شحوطة كبار رجالة. يبقى المراف السعد يا حاج. حقك علي. أنا كان لي عندك طلب. اطلب يا حبة عيني. أنا عايزة أسافر اسكندرية. ليه؟ أنت ناسي إن عندي ابن بقالي كام شهر ما شفتوش، وأهلي اشتقت لهم. على الأقل أروح أشم شوية هوا البحر. ده أنا قاعدة في شقة طويلة عريضة لوحدي ما بين المطبخ والتلفزيون وأوضة النوم. سفر اسكندرية لوحدك مش هيحصل، لازم أكون معاكي. خلاص تعالى معايا. اليومين دول ما أقدرش أسيب مصر ولا ثانية واحدة. طب ما نسافر العصر ونرجع آخر اليوم، وكأنك مريح عندي. يا إما بقى تسيبني أسافر لوحدي. لا كده ولا كده، وما تنسيش، إحنا بينا اتفاق. طب أنا عندي حل تاني. أسمعي. أخويا جيب لي ابني هنا، أطمن عليه وأشوفه وألعب معاه شوية. ده برضه مش في الاتفاق. بعدين العبي معايا. بسمتك اللعب معايا في احسن منه. سلام. جزاك الله كل خير. شوف يا طه يا ابني، الحب ما هوش عيب ولا حرام. الحب الحقيقي، الحب الحلال مباح. الرسول عليه الصلاة والسلام أحب السيدة عائشة رضي الله عنها، وأنت بتقول إنك بتحب البنت دي حب حقيقي. يا مولانا أنا أعرفها وهي لسه عيالة صغيرة بتلعب فوق السطوح. ده إحنا كبرنا سوا وحلمنا سوا وفرحنا وزعلنا برضو سوا. وجلال الله يا مولانا، أنا في كل الستات اللي خلقها ربنا ما شفت حد غيرها ولا عمري تمنيت حد غيرها. ربنا يعلم يا طه إيه اللي جوايا من ناحيتك. ما أحبش أشوفك في دقيقة أبداً. وأحب أقول لك إن عقيدة المؤمن بتخليه دايماً متفائل، وإن الدين بعده فرج بإذن الله. يا مولانا دي قفلت الباب بكل الترابيس والمفاتيح. قد يكون الفرج في غيرها يا ولدي. هذه البنت ليست كل نساء الدنيا. انسى أمرها تماماً، ما تزعلش نفسك. وبعدين عشق امرأة أم عشق الجهاد؟ حب الله أم حب امرأة؟ ربنا يبارك فيك يا مولانا، تطمنت بالي وريحت قلبي. خلينا بقى في المهم. الجامعة بكرة مش هتكون زي كل يوم، وأنا عايزك يكون لك دور قيادي يا طه.
باشا، الآليسة بوسينة السيد بنت المرحوم السيد عنتر اللي ساكنين معانا فوق السطوح. سلمي على سعادة الباشا يا آليسة. مساء الخير يا سعادة الباشا. أهلا وسهلا. من النهاردة المكتب هذا مسؤوليتك يا آليسة. ها محمد الشاذلي ده الملف بتاعه والكتب دي لقيناها عنده. نزلوه. طه، أوعدك محدش يلمسك تاني وانك تخرج من هنا وفورا، بس لازم تتكلم. انت تبع اي تنظيم؟ انا مش تنظيم. اه احنا لقينا عندك كل الكتب اللي تاسست عليها كل التنظيمات، كنت عندك بتعمل ايه؟ حاسس الكتب مش ممنوعه، وبعدين دي ثقافه. عيب قوي تكذب على واحد بيحاول يساعدك، وبعدين ده استخفاف بيا، انا ما احبوش لنفسي. يا باشا انا كنت ماشي في المظاهرة وبس. العمارة اللي ابوك بوابها ساكن فيها ناس اكابر قوي، تعرف مين فيهم؟ اعرفهم كلهم يا باشا. اكيد بقى تعرف الاستاذ حاتم رشيد. طبعا يا باشا. تعرف يا عم صحفي محترم، رئيس تحرير جورنال لوكير. وإيه تاني؟ وبس يا باشا. شفت زي بقى كذاب؟ يا طه نعرف كل حاجة عن كل الناس، نعرف اللي ما تعرفوش عن أمك ولا على أبوك. طب أنت تعرف إن أمك كانت متجوزة واحد قبل أبوك؟ أنا أول مرة أسمع الموضوع ده يا باشا. وبسألها لما تخرج، شوفها هتقول لك ايه. خلينا بقى في حاتم رشيد. هو لما اخذ يعني هو لما اخذ شاذ. حلو، يعني ايه شاذ يا طه؟ يا باشا ما انت لسه قايل احنا بنعرف كل حاجه. خلاص يا طه، هنعمل فيك زي ما بتعمل في حاتم رشيد، واحنا عندنا ناس بتعمل الحكايه دي كويس قوي. قلت ايه؟ العهدون باشا. انت بتفتحي ولا فين فانوس؟ طلع شويه عند ملاك اخوه.
والله ريحة الشقة اتغيرت من ساعة ما دخلتيها يا أبو زينب. ده من ذوقك يا باشا. إيه الأخبار؟ بتاع النور جه وحاسبته، مدام كريستين سألت على حضرتك في التليفون، والحلاق بتاع حضرتك بيسأل يعدي إمتى. والأستاذ فكري عبد الشهيد المحامي اتصل وبيقول إنه حضر جلسة القضية وإنها اتأجلت، بيقول لك لما يشوفك هيقول لك على كل حاجة. هو حد رفع لحضرتك قضية يا باشا؟ لا دي حاجة هايفة. دولة أخت رفع عليها قضية. زي منين الأخبار ده للأخت ترفع قضية على أخوها؟ ده حضرتك سندها. بكرة تعالي. ربنا يهدي العاصي. حضرتك عايز مني حاجة يا باشا؟ لا يا بس مع السلامة. أشوف حضرتك على خير. مع السلامة. حسينة أنت بنت ممتازة وأنا ارتحت لك. يا ريت تبقى موجودة معايا على طول. يا باشا أنا مع حضرتك طول ما أنت راضي عني، وحضرتك مغرقني بخيرك وبتعملني أحسن معاملة. حسينة اوعي تفهميني غلط، ربنا خلق الجمال علشان الناس تشوفه وتحبه وتحترمه. قصدك ايه يا باشا؟ قصدي انك انت جميله جميله، بس محتاجه لمسه فنان. ممكن تسيبيلي نفسك يا باشا؟ انا واخده على نفسي عهد وعمري ما اقول لحضرتك لا. ممكن اغير لك تسريحه شعرك؟ عايز يبقى شكله ايه يا باشا؟ ذوق بشوات. يلا روح عشان اتاخرت. الحمد لله على السلامة يا ابني. الله يسلمك يا مولانا. شغلتنا عليك. انت خارج بقالك مدة. من ساعة ما خرجت دخلت الأوضة. ما خرجتش منها إلا عشان أقابلك. الحمد لله إن الرسالة وصلتك. عرفوا منك إيه يا طه يا ابني؟ لو كانوا عرفوا حاجة ما كنتش خرجت. كنت أنتوا كمان حصلتوني. بارك الله فيك يا ابني. أيوة بس حضرتك متعرفش ايه اللي حصل. من غير ما تحكي انا متخيل كل حاجه. انا اللي حصل معايا فوق كل خيال. الكفار يا ابني يعملوا اي حاجه. برضو الكفار ما يعملوش اللي اتعمل فيا. اهدى بس اهدى. مساء الخير يا فندم. تشرب ايه؟ شاي. هات شاي. اتنين شاي تحت امر حضرتك. انا عايزك تمسك نفسك كده وترجع كليتك وتهتم بدراستك. كليتي ودراستي الكلام ده كله خلاص انتهى. أنا زي ما كنت أمين ومخلص معاك وعايزكوا تعملوني بالمثل، وزي ما كان ليكوا طلبات نفذتها أنا ليا طلبات عايزكوا تساعدوني في تنفيذها. لو كان في استطاعتنا يا ابني. عايز انتقم للدرجة دي؟ عزبوك هاتك وعرض يا مولانا. اسكت وطي صوتك. ايه ده مال؟ اوعى تقول الكلام ده لحد غيري. امسك نفسك. الناس بص علينا. ايه اللي انت لابسه ده يا ابو وائل؟ هديه من سعاده البيه. ربنا يعمر بيته. وانت من امتى بتلبس لباس شفتش ومخطط؟ خدته منه عشان ما يصحش اكسفه. ده مهما كان راجل خيره علينا وبيحبنا. سكت ليه؟ ما تردي. بكلم نفسي ثانيه ولا ايه؟ قلبي مش مرتاح للراجل ده. الراجل ده اللي معيشنا في نعيم. يغور النعيم اللي من وشه. بعدين يا عبده دي مش ريحتك. ابا انت شميني هديه بقى كده؟ طب شميني على حد. اكتب يا بنت. Thank you.
دي غير مرصودة وغير معروفة. شياطين جهنم ما يعرفوش عنها أي حاجة. تأخرت علينا كتير قوي يا شيخ شاكر. أكون عندكم لما يبقى فيه ضرورة ملحة. ابننا طه الشاذلي اللي كلمتك عنه. إن شاء الله هيرتاح معانا. الشيخ بلال أمير المعسكر المسؤول عن الإعداد والتنفيذ. إن شاء الله هتبقى أمانة في رقبته لحد ما يجهزك لتحقيق مراده. يا ابن البكري. طبعا طبعا. ازيك يا فوزي؟ ازيك يا فوزي؟ اهلا يا فوزي. ها؟ ممكن ننقل الترابيزه؟ طبعا طبعا. تعال بينا يا عزام. ايه خير يا باشا؟ يقول لك الترابيزه دي مش متامنه كويس، شوفوا لنا الترابيزه. امن بقى. على فكره الاستجواب بتاعك في المجلس امبارح كان كويس قوي، كان حلو. انا قلت للجماعه بتوع التلفزيون يزعقوا لك، ما اتفرج على نفسك. يا باشا. ادي له كفته دي ما بتحماش. اتفضل يا عم. على فكره نسيت اقول لك مبروك يا حاج. الله يبارك فيك. بس على ايه؟ على توكيل العربيات. ربنا يسمع منك. ده لسه كلام. الجماعه بتوع اليابان بيكملوا بياناتهم وتحرياتهم. شايف ابوك يا فوزي؟ ثلاثة بالله العظيم ما في ورقه اتمضت يا باشا. مريانة. ايه يا حاج عزام؟ انا اسمي كمال الفولي، مفيش حاجه في البلد تخفى عليا. دي حاجه معروفه معاليك، وربنا يديم المعروف. اتفضل. ربنا يتمها على خير. العقد ده هيدخل لك 200 مليون جنيه في السنه على الاقل، ودي لقمه كبيره عليك قوي يا حاج. ممكن تتحشر في زورك تزور. طب افهم معنى الكلام. احنا عايزين الربع. ربع ايه؟ ربع الارباح. طب بس مش هفهم الاول انتوا مين؟ ايه يا حاج؟ ده انا بقول عليك ابن بلد وداير. قصدك ايه؟ انا مش لوحدي يا حاج عزام. انا معايا ناس كتير قوي. بس زي ما بتقول كده ما يحبوش يظهروا في الصوره. اعتبرني مندوب. ايه اللي عاجبك يا باشا في الكلام الفاضي بتاع الراجل ده؟ استنى استنى لما تشوف الزمن وهو بيخيب. ام احمد بنات مشخلعه عيانين مش عارف جايبينهم منين. ف ودلوقتي دلوقتي التلفزيون في كل بيت، وفي كل بيت في بناتنا واولادنا وستاتنا، فلا بد. انت اصلك بنت امبارح. العذر المحترم اللي كان بيتكلم ده كان بيمسح جزم على ناصيه الشارع. انت بتشرب كتير قوي يا باشا، وكمان بدري قوي. ناس بتشرب في الليل المتاخر. ده احنا من الصلاه. تشربي معايا؟ لا يا باشا شكرا. عمرك ما شربتي؟ عمري. والافلام اللي بنشوفها في التلفزيون علمتني. عايز نشرب حاجه اصفره؟
بص انا هديك فكره، هو في الاول بيبقى مر قوي، بس بعد كده بيخلي الواحد مبسوط. والله لو قلت لي ايه؟ خساره. ولا خساره ولا حاجه. انا قصدي يعني خساره على الفرق اللي بيننا وبين الخواجات. الخواجات بيقدروا الخمره ويعزوها، احنا هنا بنقدر الحشيش. فرق كبير بين الاثنين. يا زكي باشا، انا لا ليا في ده ولا ليا في ده، حضرتك اللي عايش زي الخواجات. بصي بقى، لو كنت غالي عندك بلاش حضرتك دي. ها؟ اي نعم انا راجل كبير، بس ما تقعديش تفكريني كل شويه. ها؟ قولي لي يا زكي. هقول يا زكي باشا. زي بعض. اللي انا عايز اقوله ان عيشه الخواجات ما هياش بدعه، انا كنت واحد منهم. انا عشت وتعلمت بباريس. باريس انا اعرفها زي ما بعرف القاهره بالظبط. بيقولوا باريس حلوه. اللي حلوه باريس هي الدنيا كلها. طب وسبتها ليه؟ كنت تفضل هناك فقري او زي ما بتقولي كده يعني خيابه او اسمه ونصيب. شكلك كده عايز تسافري. ها؟ يا ريت. تحبي تسافري فين؟ اي حته بعيد عن المخروبه دي. انت بتكرهي بلدك؟ وانا شفت منها حاجه حلوه عشان احبها. حسينة، انت فعلا فقيره، بس الفقر عمره ما كان له علاقه بالوطنيه. وطنيه ايه يا زكي باشا؟ هو انا لوحدي اللي عايز اهج؟ ده كل الناس. عارف لو كانت الدنيا زي زمان، زمان قوي قبل ما يخترعوا الجوازات والتأشيرات، كان كل اهل البلد خدوا في وشهم وسابوها. اللي ملوش خير في بلده ملوش خير في حد. علشان حضرتك عايش فيها باشا. انت ايه مشاكلك؟ الست اختك متخانقه معاك؟ وايه يعني؟ الدور والبيع اللي مش لاقيين ياكلوا هم وعيالهم. الناس اللي دايره بتلف في الشوارع بتدور على شغلانه ومحدش معبرها. الناس اللي مستحمله الذل والاهانه سواء وهي قاعده ولا وهي ماشيه. انت اصلك بتمشي في شارع سليمان بس اختف رجل لغايه اي حته تانية وشوف اللي بيحصل. يا باشا مصر بقت قاسيه قوي على اهلها، عشان كده الكل عايز يسيبها. مش كره فيها بس محدش قادر يتحمل ظلمها. انت ايه اللي خلاك تقومي تقفي؟ عشان في الشغل. كان شايفها وانت قاعده؟ على العموم انا السبب في العكنانه دي، عشان فتحت الموضوع الغامق ده. بصي انا هطلعك من المود ده خالص.
عارف يا حوده، انا بدات احب ريحه السجاير. بس مش كل السجاير ريحتها حلوه. ما انا عارفه انها سجاير حشيش. الا دي مش حرام يا حوده؟ تفتكر انا اعمل حاجه حرام؟ لو كانت حرام ما كنتش لمستها. بس يظهر الصنف بتاع الليله مش حلو، عشان انت مزاجك مش رايق. لا انا مزاجي رايق وكل حاجه، بس دماغي مليانه شغل، والشغل مش كله حلو، في بلاوي كتير برضه. طب واللي تقول لك على حاجه تروق بالك وتسعدك وتفرحك وتخليك طاير كده طاير، تعمل لها ايه؟ قولي يا سعاد، يمكن تزيحي عني. انا يا حبيبي حامل في شهرين. ايه؟ الله يخرب بيتك وبيت اهلك. هو انا ناقصك؟ انا مش متفق معاكي. هي دي حاجات فيها اتفاق؟ دي اراده ربنا. حد يقدر يقول لي اراده ربنا كان فيه اتفاق؟ هي كلمه ملهاش اخت. لازم تنزلي اللي ببطنك، ما يلزمنيش وما يلزمتيش انت كمان. لا يلزمني، ده حته مني. عايز تقطع حته مني؟ اسمعي، لو ما نزلتيش اللي ببطنك تبقي طالق. طلقني، وبيني وبينك شرع ربنا. على السلامة يا عروسة. سلامتك انت. ليه شايفني راجع من السفر ولا من الخليج بدل الإعارة ما خلص؟ أمال راجع منين؟ مش شغل. بس شغل حلو، أحلى شغل. مش كان في اتفاق بينا ولا إيه؟ آه في، وأنا ملزمة بيه. قلت لي هساعدك وتساعديني، عايز أعرف إيه الاتفاق بقى. طب تعالي معايا جوه عشان تعرف أنا عايز منك إيه بالظبط. أنت اتجننت يا راجل أنت؟ اسمعي يا بنت انت، ده شغل مش هزار. شوية الكراكيب اللي اسمها زكي باشا دي خلاص، رجل في الدنيا والرجل التانية في الآخرة. لما يموت الشقة هتبقى بتاعت فكرة عبد الشهيد. ده بقى عقد شراكة بيني وبين الباشا. لما يموت تبقى الشقة بتاعتي أنا، أدخلها ما أخرجش منها. أنا عايز غمضته على كل ورقة في العقد. ودي حاجة بالنسبة لك بسيطة، مضي وهو سكران وهو في حضنك ماليش دعوة. ده انت اللي سماك ملاك ظلمك، انت مش قبتي، انت شطان متخفي وسط القبر. هديكي 5000 جنيه تاخديهم لما تجيبي لي امضة الباشا على العقد. اظن مفيش راجل حقاني كده زيي، سواء كنت قبطي ولا يهودي ولا مسلم. فكري في الست والدتك واخواتك، انت اولى بالفلوس. مش جايز تموت قبل زكي بيه. في الحاله دي يبقى كسبنا شرف المحاوله. خد العقد. وفرضنا جبت ايه من زكي الدسوق؟ اضمن ازاي انك هتدفع الـ5000؟ سلم واستلم. يعني مفيش فلوس مفيش عقل. ملاك أرمانيوس ما يرجعش كلمتك يا حلوة. الفلوس في إيدك قبل العقد ما يبقى في إيدي. سليمة إن شاء الله، متشيلش هم خالص، ابنك هيلاقي كل رعاية، متخافش متخافش. خير يا بيه؟ شدوا حيلكم يا جماعة، ربنا يلهمكم الصبر. ولد
لازم تقلق ولدي حط ربه ولدي حصل يا حاج وعقلتها. شوف يا حاج، انت راجل ابن بلد وتحب الحق. انا صحيح اخوها وليا كلام عليها الا في شرع ربنا. يعني ايه؟ والاتفاق اللي بيننا؟ اي اتفاق يخالف شرع ربنا يبقى باطل يا حاج. ده اخر كلام عندك؟ ده اخر كلام عندها هي. كتر خيرك، عملت اللي عليك يا ريس حميد. متهيألي يا دوب تلحق القطر بتاعك. رئيس حميدو، مش تدي نفسك مهلة تفكر فيها وتراجع حساباتك وتشوف المصلحة فين؟ دي مهما كانت عشرة وليها احترام. أنا مش محتاج تفكير يا حاج، اللي محتاج تفكير أنت. إحنا ما بنخالفش شرع الله ومعانا ربنا. بس خلي بالك، محدش عارف إرادة ربنا بتودي البني آدم على فين. اهلا 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 بمعالي الوزير. ازيك يا حاج؟ مبروك. الله يبارك فيك يا كمال بيه. نورك يا باشا. انا كنت عايز اشوفك دلوقتي في الوقت والمكان اللي يعجبه معاليك. دلوقتي شوف لنا اي مكان دلوقتي. اتفضل. اغلطت يا حاج. استغفر الله، انا طول عمري كلمتي في رقبتي. عملت ماطر. العقد معاك بقاله شهرين، ايه الحكايه؟ ده عقد شركه بالربع، فالجانب الياباني لازم ياخد خبر. ودول ناس دغري بيفتكروني بلعب من وراهم ويسحبوا مني التوكيل. جرى لك يا عزام؟ انت فاكرني صاحب محل موبيليا؟ انت بتكلم راجل يقدر يوقف البلد يا عدا. كل الناس عارفين انت مين وتقدر تعمل ايه. لا استنى، في عندنا مثل بيقول اللي طلع البغل المدنة هو بس اللي يقدر ينزله. البغل؟ الكلام ده معناه ايه؟ معناه اني زي ما دخلتك المجلس اقدر اخرجك منه وبفضيحه لو عايز. تهديد ده يا كمال بيه؟ بس انا مش صغير عشان اتهدد منك او من غيرك. احنا حنا تشد قوي. انت اللي بدات يا كمال بيه. اوعى تكون مركون على الحصان. انت تبقى راجل طيب قوي. ده في جلسه وجلستين في المجلس يطيروها منك. كل على راسه بطحه. لا انا راسي سليمه. طب ده انت فيه في كل حته في راسك بطحه. اقول لك كده على خربوش صغير في وشك. انت عملت ايه في التجنيد؟ الملف بتاعك ما فيهوش ما يثبت انك اديت الخدمه العسكريه. وفيها ايه لو سبت المجلس؟
المجلس اللي خد مني. انا ما خدش منه حاجه. انت من غير المجلس هتبقى عريان في شارع زحمه. سبق وقلت لك يا عزام انا مش لوحدي، انا مندوب، ووالله انا اطيب واحد. ما تركبش دماغك بقى. طب بقول يا كمال بيه، ما تيجي نقعد مع بعض ونتفاهم كلنا. كلنا مين يا عزام؟ حضرتك وانا واللي انت بتقول انك مندوب عنهم، يعني اديني فرصه اشرح لهم ايه الوضع، يمكن يفهموني. لا انت كده ما فيش منك رجع يا عزام. كمال بيه، انا دخلت المجلس بفلوسي، وحتى لو خرجت منه اعتبرها بضاعه اشتريتها واتحرقت. بابا الراجل بتاع الوفد الياباني زار عايز يمشي. يمشي ازاي؟ مش يستنى يسمع المطرب؟ اتفضل معانا يا كمال بيه. لا انا هسيبك انت بقى للمطرب بتاعك. تصبح على خير. وانت من اهله. هو في ايه يا بابا؟ كل شيء وله حدود يا ابني. وابوك بيعرف امتى يقول لك. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they'll be, dream a little dream of me. Ba-da-da. مصحف انك كنت تعرف مدام كريستين دي، ده زي ما تكون بتغني لك مخصوص. هي بتغني لينا احنا الاثنين. مفيش واحده ست في الدنيا بتنسى اللي حباه وحبته. عندك حق، بس انا وكريستين اتعاملنا مع بعض بمنطق الخواجات. العشق اللي بينا تحول الى صداقه. صعب ان اتنين بيحبوا بعض واعداء حتى لو بعدوا عن بعض. تعرف يا زكي باشا، انا لو لقيت حد زيك كده بالظبط بس على صغير اتجوزه على طول. زي على صغير ما تلاقيش يا جميلاتي، احنا اخر الرجال المحترمين. اوعى تقول لي غني تاني. انا مستعد اسمعك طول الليل. كريستين، انت الذكريات الحلوة في حياتي كلها. انت شربت كتير زكي. حقيقة والنبي يا مدام، عشان خاطر يشيل الإزازة دي من قدامه. يا رب يخليك، انت بس اللي تقدري عليه. بصوت روح. الحمد لله على السلامة يا حفل دي. مش بعادة حضرتك تتأخر في الشغل جوك دي. الله يسلمك يا شازا، لسه جاي من اسكندرية. كان في حفلة هناك حضرها رئيس الوزراء وكنت معزوم فيها. في حاجة يا شازا؟ ايوه بيه، اتفضل يا بيه. دول؟ دول مفاتيح الكشك بتاع مدينة نصر، وده مفتاح الأوضة اللي فوق السطوح. عبد ربه خد مرته وساب العمارة يا بيه. Thank you.
ربنا يتوب عليك ويهديك ونعم الوكيل فيه. حسن بيه مدام رشيد حسن بيه المدام مع القنصل الفرنساوي هاتم صاغ ديسي هاتم صاغ ديسي صاغ ديسي تيبيكال ومسات باريس انت مالكش دعوة بإدريس انت ما حبيتنيش قد إدريس بابا بابا نص ساعة في الأسبوع فاهم مشغولة مش نص ساعة انت عمرك ما لعبت معايا ستين الخدمين لعبوا معايا خالص عزيز زعلان ليه بتبص كده ليه؟ ميرسي ميرسي مرة سألتني قلت لي انت ليه ما عدتش في باريس؟ قلت لك نصيب. الحقيقة كانت غير كده خالص. البلد دي كانت أحسن من باريس. كانت الموضة تنزل هنا قبل ما تنزل باريس. الشوارع كانت نظيفة زي الفل. الاسم كل يوم. المحلات كانت فخمة. الناس كانوا مؤدبين زكي باشا نكمل كلامنا لما نطلع فوق الناس بتبص علينا يبصوا علينا ليه؟ يبصوا على البلد اللي باظت يبصوا على العمارات اللي كانت احسن من عمارات اوروبا دلوقتي بقت مساجد من فوق ومن تحت مسخ احنا في زمن المسخ أنا أقدم واحد في العمارة دي أقدم واحد أحلى أيام عمري عشتها فيها وأحلى ناس عايشوا معايا فيها من أول الأميرات لغايتك أنت يا أميرتي زكي باش يلا نطلع فوق وبقول كل اللي نفسك فيه يلا أنا أقدم واحد في العمارة دي أقدم واحد ولا ملو ها
انا طالبه منك خدمه يا باشا. انت تطلبي عينيا؟ تطلبي ازاي؟ شارع سليمان باشا كله. انا اقدم واحد في العماره دي. انا كنت مقدمه على قرض من البنك ب 5000 جنيه بس قالوا لي لازم يكون في ضامن. انا هضمنك بعمري. ما كنتش انا هضمنك. مين انا هضمنك؟ انا معايا الاوراق. تاخد تمضيها؟ ولا يعملوا عبدو عزتوني. بس اللي جبت اللي يعني. ايه يا باشا؟ في ايه؟ عايز اروح الحمام. عايز اروح الحمام. سلامتك يا باشا. سلامتك يا باشا. تعال 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 يا باشا. سلامتك الف سلام. سلامتك يا باشا. سلامتك يا باشا. تعال. سلامتك يا باشا. الف سلام عليك. انا كويس شوي. نزيف شديد قوي. نزيف يا ولاد الكلب. سقطوني غصب عني. انا عودتكم كلكم تاني. الحقني يا حبيبي. نزلوا اللي فاضي بالعافيه يا حبيبي. قتلوا ابني. انا اللي عملتهم السودا حبيبي. ست سعاد كل شيء اسمه نصيب. والحاج عزام راجل عمره ما خالف كلمته. كان في اتفاق ما بينكم وانت خالفتيه. كل واحد في الدنيا بقى يتحمل نتيجه غلطته. ربنا ينتقم منك انت وابوك وعيلتك كلها. يا كفر يا ظلمه اللي ما تعرفوش ربنا. قله ادب وطوله لسان. انا مش عاوز. انت جالك نزيف وخدناكي وديناكي اكبر مستشفى في البلد. الحاج يعرف ربنا كويس وعمره ما يخالف شرعه. الحاج عزام طلقك خلاص يا سعاد. ولازم تعرفي ان حقوقك هتوصل لك الطقطقين. في شيك بعشرين ألف جنيه مع أخوكي. حساب المستشفى كله مدفوع. وأي حاجة ليكي جوه الشقة حتى لو كانت قشاية هتوصل لك لغاية بيتك في اسكندرية. متأسفين يا حاج عزام، شغلنا دايما مزعج. انا العميد حمدي شعبان من اداره مكافحه المخدرات. واحنا مالنا احنا ومال المخدرات؟ اسال الوالد. طبعا انت عارف ان انا عندي حصانه. الحصانه على راسنا من فوق يا سياده النايب. وبعدين سيادتك قال لي مش جايز الرجاله ما يلاقوش حاجه. بتصور ايه؟
لا هلاء. اسمح لي اتصل بالتليفون. بحريتك يا سيادة النايب. ايوه يا باشا. متشكرة جدا يا استاذ ارمانيوس. ملاك يا هانم، ملاك ارمانيوس. استاذ ملاك، ده مبلغ صغير مقابل شهامتك. دولة هانم، ساعتك ما تعرفينيش كويس. أنا راجل صاحب فابريكا. أنا بلغتك بالموضوع ده مخصوص حرصاً على سمعة عائلة محترمة وعريقة. أيوة، بس أنا لسه عايزاك في الخدمة الأهم. وأنا تحت أمرك. كانش ينفع. ليه؟ من زمان كنت عيلة طفلة يعني. ما انت لسه طفلة، طفلة كلها أنوسة وحنان وعاطف شهامة. يا ريت ربنا يطول لي في عمري عشان أعيش معاكي أكتر وقت ممكن. ربنا يطول في عمرك. أنا عندي 65 سنة. ممكن تعيش لحد 100 سنة. أنا مرة سمعت حد في التلفزيون بيقول إن الواحد لما بيحب الدنيا هي كمان تحبه. مسألة وردة برضو. زكي باشا، أنا حبيتك عشان أنت احترمتني، حافظت عليا، عمرك ما كنت خسيس. ما تيجي نسافر كمان اسبوع اسبوعين هيجي اراضي الارض، ممكن نسافر باريس. باريس بخي، اتفرج على المطاعم والمحلات والمسارح والمتاحف والغابات اللي بره باريس، نجري ورا بعض هناك. أنا لسه بنت. اتفضل بيتك بقى. المهم يا سيدي، كان آخر مرة بقى أشوفك. مسخرة وقلة أدب، كفاية نجاسة يا نجس. إيه؟ في إيه؟ أنت إزاي تخش بيوت الناس من غير إذن كده؟ إحنا بوليس يا حضرت. وقفت بوليس، معك إذن النيابة؟ هتعلمني شغلي ولا إيه؟ المدام أختك.
ومقدمه بلاغ رسمي فيك بانك بتمارس الفحشاء في بيتها. اختي هي اللي مقدمه البلاغ؟ اولا ده مش بيتها، ده المكتب بتاعي وهي مش قاعده معايا. هي اللي فتحت لنا بمفتاحها يا حضره. وبعدين لو عندك اي كلام عايز تقوله بقوله هناك في المحضر. دي حاله تلبس يا حضره الضابط. ايوه حاله تلبس. ده انا هوديكم في داهيه. ده اعتداء على حرمه البيوت. حرمه البيوت ولا حرمه المومس اللي قاعده جنبك؟ مومس؟ ده اشرف منك يا شوارعيه يا سفله يا بنت الكلب. شايف يا حضره الضابط بيسبني وبيضربني؟ دي جريمه تانية. اثبت ده في المحضر. اهدي يا مدام، كل ده هيتثبت في المحضر. هاتوه، هاتوا البنت اللي جوه دي على اسم ده مع امها. اوعى، انا مش هخرج من هنا عريان، لا انا ولا هي، حتى لو بقينا جثث. اوعى حد يهرب من هنا. اقعد يا عزام. اللي هو حمدي قال لي انك اعترفت قبل ما يلاقوا المخدرات. لانهم كانوا هيلاقوها. عشان تعرف ان احنا عارفين عنك كل حاجه يا عزام. لا توكيلات العربيات ولا محلات الجزم تعمل كل الفلوس دي. احنا عارفين عنك كل حاجه من الاول. انا وبعدين ما الملف بتاعك مليان فيه كل حاجه، هتعمل ايه؟ انا جاهز عشان امضي العقد. في بنودي اتعدلت. موافق طبعا. على فكره انا شفت الصور بتاعتك يا اخي، مباحث المخدرات دي ما تصدق تبقى متاكده من حاجه تاخد بقى معاها صحفيين. وهي الحكايه ناقصه فضيحه. لما خلاص انت بعد ما كلمتيني كله تمام. طب هنعمل ايه عشان نخلص من المصيبه دي؟ ما خلاص خلصنا خلاص. عبوات الهروين بعد ما فحصوها طلع انها بودرة تنميع عربيات. خمسين في المية يا عزام، تروح مكتب ابني عشان تمضي العقد. كمال بيه؟ مبروك علينا الشركة. الله يبارك فيك. احنا الاتنين شركة في كل حاجة، مش كده؟
صدق اللي قال ارقص للقرد في دولته. ما فيهاش حاجه لما قرد يرقص لقرد زيه. الجو هادي ومفيش أدب. مكانك هيبقى جنب العمارة، عرسي في التاني. هتلاقي الحرس. أول ما يطلع تبعد عشان هيبقى في مرمى النيران بتاعتي أنا وعبد الشافي. طب وأنا هعرفه إزاي؟ أول ما يخرج من باب العمارة هديك كلاكس. اتكل على الله. نور. هو شارع الديوان فين؟ قال لك فين حضرتك؟ في جاردن سيتي هنا. ايوه فين في جاردن سيتي؟ هم قالوا لي جنب معمل السكر. طب بص معمل السكر تاني شمال. تمام يا فندم، العربيه جايه حالا يا فندم. العربيه يا ابني. هو حضرتك ما تعرفش شارع الديوان فين؟ معرفش. اعتقد من حقي ان انا استعمل التليفون. بطل دوشه يا روميو. واحد زيك المفروض يتكسف من نفسه. اعرف ان في شبه من الراجل اللي بيترسم على بوك الشاي. على فكره في كتاب اسمه رجوع الشيخ الى صباه، هو ده بقى الشيخ. البلد فيها قانون يا زكي بيه، واللي بيحصل ده جريمه مكتمله الاركان.
انا لازم اكلم مساعد وزير الداخليه للتفتيش عشان يجي يشوف صغار ضباط الشرطه بيعملوا ايه في الناس المحترم. ومين بقى حضرتك؟ انا فكري عبد الشهيد المحامي يا ابني. سمعت عني ولا ما سمعتش؟ الناس دول سابوني على فكري بيه وسابوا البنت المسكينه دي. كويس قوي، يبقى نعمل محضر سب وقذف من قبل رجال الشرطه الافاضل. في يا دوله اخوك عمل ايه علشان الاهانه اللي انت بتهمها له؟ عموما القانون كفي ان هو يرجع اعتبار زكي بيه. زينا اللي احنا شفناه للادي ده احسن الوحش. ده في مصايب اتقل من كده بكتير. وايه كميه الشر اللي عند دوله دي؟ وجابت مفتاح المكتب منين؟ مش فاهم. لازم ننسى اللي حصل لنا الليله دي. لازم ننسى الاهانات اللي احنا شفناها واللي هنطقم الحسره. أنا طول عمري كده ماليش وقت، حظي قليل، قليل أوي. اتفضل هناك. أوصل. مبروك يا عروس. الله يبارك فيك. نافين غوز كريستي. وتوا. Quelque chose.